بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة حد فيكم يعرف يعني ايه الدراما الدينية ما تستعجلوش اكيد انا مش قصدي الدراما الدينية اللي بتتكلم عن الناصر صلاح الدين ولا وائس لما انا اتكلم على دراما دينية حصلت لنا في الخمسين سنة اللي فاتت وخلت الناس ينتقلوا من قراءة القرآن التفسيرية اللي كانوا بيسمعوها من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ المنشاوي والشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود البنا إلى قراءة الشحتفة اللي فيها الإنسان بيحس إن الشخص مش بيقرأ قرآن ده شوية هيولول وفعلا في بعض الأحيان الناس بتصرخ وتصيح وكمان نفس الدراما الدينية دي اللي بتخلي الإنسان عنده عدم الابتسامة. طب ولما تسأله أنت ما, بتسام... ما بتبتسمش ليه؟ يقولك عشان آلام المسلمين، إخواننا في بورما، وإخواننا في كذا، وإخواننا في كذا، وكمان كيف أبتسم والقدس أسير؟ أوعى إيه تفتكر إن أنا بقول لك إن القدس مش قضيتنا، لكن بقول لك إزاي الناس حولوا الحياة الدينية إلى دراما. وكأني هو فاهم ان من لم يهتم بأمر المسلمين ان القضيه مش قضيه اهتمام دي قضيه هم فلازم يبقى عندنا هم. هو نسي ان حضره النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى الا متبسما. وكأن حضره النبي ما كانش عارف اللي احنا هنعيش فيه ده وكأن ابتسامته دي مش هي نبراس وقانون في الحياه. وكمان من الدراما الدينيه التوبه الدراميه. ان انت لما تتوب تقلب حياتك راسا على عقب. ومع ان كل الانبياء خلوا التوبه دي ممكن تكون بين العبد وربي ويستر على نفسه ويتغير بما تقتضيه الحياه وكمان كمان هذه الكراهيه لمواسم الافراح والبدع اللي احنا قاعدين نبدع فيه النصف من شعبان والاسراء والمعراج يا سيدي الناس عارفين ان ربنا بيحب فرحنا وعشان كده التوبه ارتبطت بالفرح لالله افرح بتوبه العبد الله يفرح فلماذا لا نفرح الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، المواسم دي فضل من ربنا، هبه يا ربنا أعطاه لسيدنا محمد فلازم نفرح. لا لازم نقتل المواسم دي وما نفرحش، بدع. ويا سلام بقى لما نيجي بقى وخاصه في التراويح شوف الدراما الدينيه وادعيه الوجع. واحد يدعي لغايه ما يقلب عليك المواجع، واسمع دعاء سيدنا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في ختم القران الكريم واسمع أدعية تقليب الوجع لازم نعترف إن التدين المصري حصل فيه تغيرات ما كانتش موجودة قبل كده آه والله حصل فيه ظاهرة اسمها العشوائية الدينية العشوائية الدينية دي بدأت من, من الستينات وعلى فكرة العشوائية الدينية دي المسؤولة عن فوضى الفتاوى وفوضى الخطاب ليه؟ بقى كل واحد عنده مظهر من مظاهر الدين أو, أو حصل له تدين يعمل إيه؟ يدخل على الدين ويفتي في الدين ونسي قوله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب نسي قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنا بكلمكم وأنتوا أنا وبكلمكم عارف إن أنتوا بتسترجعوا اللي حصل بقى عم محمود البقال وعم حسين الموظف في المصلحة الحكومية وهو بيفتي الناس في كل حاجة كل حاجة ما فيش حاجة ما أفتاش فيها يا سلام بقى على ظاهرة التمرد الديني كل حاجة بدعة فلو قرينا القرآن في شكل ربعة اجتمعنا على قراءة القرآن قراءة القرآن تبقى بدعة يا راجل آه قراءة القرآن تبقى بدعة لما نقسم أجزاء القرآن علينا ونجلس نفعل سنة رسول الله قال لك لا بدعة حضرة النبي ما وزعش أجزاء القرآن على الصحابة وقعدوا يقرأوا القرآن بس أنت مش عارف أن ده بيجمع القلوب برضو بدعة تمرد تمرد اكيد حد عايز يوقف التدين في قلوبنا، حد مش عايزنا نبقى مع بعض، حد مش عايزنا نبقى في مجلس من مجالس الذكر، حد مش عايزنا نبقى يد الله فوق الجماعه. ان احنا نجتمع في بيت من بيوت الله ونذكر، مش عايز كده اهو. ويا سلام على الطبقيه الدينيه بقى. ايه بقى حصل الطبقيه الدينيه؟ انا خلاص بقيت متدين، انا بقيت ملتزم. فازاي انت وانت من العوام ولا انت من مش من الملتزمين يعني، ازاي نتجوز منك او ازاي نعاملك او ازاي نسلم عليك وبعدين عندنا شويه حاجات ممكن نفسرها غلط لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي باعتبار ان انت مؤمن يعني وانا مش مؤمن باعتبار ان انت تقي وانا مش تقي طبقيه دينيه كمان التدين اصبح عبء ما تروحش الاماكن المعينه ما تروحش النادي البنات ما تروحش الجامعه الناس حست ان التدين بقى عبء آه والله الناس حست إن التدين عبء. وكمان تخشيب القلوب وتخشيب التدين. يعني إيه؟ لقلبه قوي زي الحديد. عارف ليه؟ التدين عند الناس كان زي ملصمين الناس. ملصمين الناس كأنها نعبد الله على حرف. يعني إيه؟ أوعى أوعى تكلم حد من النوع ده أو أوعى تقرا كتاب يبوظ لك عقيدتك. كأن أنا أنا في الدين ده متلصم. أمال أهلنا ما كانوش عندهم كده ليه؟ أهلنا كان إيمانهم صادق ليه؟ أهلنا كان عندهم رضا ليه؟ أهلنا كانوا بيحبوا بعض ليه؟ أهلنا كانوا بيخافوا من ربنا ليه؟ أهلنا كانوا بيربوا أولادهم على ده ليه؟ ده كله عشان هم كانوا متمسكين بسمات التدين المصري. السمات اللي أنا بسميها السمات السبعة السنية للتدين المصري. حد يقول لي التدين المصري تاني؟ أقول له أه التدين المصري تاني، إيه ده بس؟ حضرة النبي هو اللي علمنا إن كل مكان ليه تدينه. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ألي إيه؟ لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار لو سلك الأنصار واديا لسلكت واديا الأنصار يعني إيه حضرة النبي بيقول لنا إيه إن التدين بتاع أهل المدينة وبتاع الأنصار تدين حضرة النبي يحبه وإزاي تدين أهل المدينة ما يحبوش حضرة النبي وهو سكن المدينة فعشر الصحابة فبقى تدينهم تدين راقي تدين مصري كمان ليه سمات كده وكأننا بنعمل بسنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تدين في غايه الروعه في غايه الجمال تدين مليان بالجمال في سبع صفات بقى للتدين المصري ابتدت تتاكل مع الصفات اللي احنا قلناها من العشوائيه الدينيه ومن كمان الطبقيه الدينيه والتمرد وكل الصفات دي وتخشيب القلوب كل ده تاكل الصفات دي عايزين نرجعها بس تعالوا نعرف الصفات ايه هي اول حاجه اول حاجه البساطه التدين المصري بسيط تلاقي التدين المصري ده بسيط ازاي؟ بساطة ان حضرة النبي يقول ما انا الا الا عبد اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد تدين بسيط فالمصريين تلاقي الست بكل طيابه بكل طيابه وكاني بسمع الامام الرازي بيقول اللهم ايمانا كايمان عجائز نيسابور انا عايز ايمان الناس الطيبه دي الناس البسيطه دي ايه اللي تحصل؟ تيجي الست اللي ابنها وهي نازل الامتحان تقول له حاجه غريبه جدا مين علمها ده؟ الله هذا هو التدين تيجي تقول لابنها وراح لامتحان او عنده حاجه صعبه تقول له اقرا سوره الشرح الم نشرح لك صدرك ايه ده قمه الاتصال بحضره النبي التدين المصري تدين فيه بساطه التدين المصري كمان طيب من اهم سمات التدين المصري والسمه الثانيه من السمات السبعه الطيابه المصريين عندهم خير كتير واسالوا شنط رمضان تعالوا شوفوا كده حضره النبي وهو بيقول انا خيركم فحضرة النبي معجون بمية خير واحنا كمان اتعلمنا ان التدين بتاعنا تدين عشان نبقى تدين سني لازم نبقى خيرين طيبين شوف الراجل من اسبوع بس قال والله انا عندي عزومه لخطيبتي شوف الشهامه المصريه وازاي احنا طيبين قوي اللي بيقول له تعالى العزومه دي تبقى عندي تعالى عندنا في المطعم واعزمهم زي ما انت عايز اطلب اللي انت عايزه وانا هحاسب على اللي. ليه جابوا الكلام ده؟ لانه متربيين لسه متربيين ولسه فيهم ريحة إن التدين المصري تدين طيابة وعشان كده كان علامة التدين عندنا في مصر الطيابة التدين المصري كمان تدين إبداع وابتكار يا سلام وانت بتشوف المصريين بيبدعوا إن يقرأ القرآن في العزة عشان يبقى واجب عزة وكمان مجلس ذكر لله سبحانه وتعالى وشوف الجمال في التواشيح وشوف العقلية النقيدة اللي خلت العلم في مصر علم عجيب يبقى التدين المصري كمان تدين ابداع وابتكار كمان التدين المصري تدين فرحه يا سلام على المواسم كل المواسم الدينيه دي مواسم فرحه وكانهم بيعيشوا تطبيق عمل القول تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبيفرحوا المصريين التدين عندهم فرحه وسرور مش تدين نكد ولذلك كانوا هم بيطبقوا تطبيق عملي ان رسول الله كان لا يرى الا متبسما فرح وكانهم بيقولوا ازاي ما نفرحش وحضره النبي جانا بهذا الدين ومن فرح بنا فرحنا به التدين المصري كمان السمة الخمسة فيه إنه تدين الوسع شوف المصريين وهم بيوسعوا على أهلهم في المواسم يأكلوا ويوسعوا ويوسعوا على غيرهم كمان مش على أهلهم بس وعلى الناس يذبحوا ويأكلوا ويوسعوا على الناس وشوفهم هم بيربطوا ساعة الأرزاق بسعة الأخ... الأخلاق آه الدين عندهم دين, دين الوسع وكمان التدين عند المصريين تدين جمال شوفوا الناس كلها قالت إن القرآن نزل في الحجاز بس قرء في مصر عشان جمال القراءة في مصر قراءة القرآن بالمقامات والحلاوة واللطافة وكمان التدين المصري تدين المحبة والألفة شوف تدين العيلة واللمة فالمصريين في رمضان بيلموا بعضهم ويعيشوا سمات التدين وعشان كده هم عاشوا حلاوة التدين المصري يبقى التدين المصري ده حاجه عجيبه. في سمات ما حصلتش في اي مكان تاني ولكن هو رشفه من جمال حضره النبي. تعالوا نسرد سمات التدين المصري تاني ونشوفها. نشوف السبع سمات للتدين المصري. اول سمه نحفظ بقى. طب انا بحفظكم ليه سمات التدين المصري؟ بحفظكم سمات التدين المصري عشان تعرفوا فضل الدين عليكم ايه؟ عشان تعرفوا كرم ربنا ونعمه ربنا عليكم. وعشان تعرفوا ليه حضرة النبي قال إن إن مصريين في رباط إلى يوم الدين عشان السبعة دول أول حاجة التدين المصري بسيط البساطة يبقى أول سمة في سمات التدين المصري البساطة السمة الثانية الطيابة السمة الثالثة الإبداع والابتكار وأوعى من مفهوم البدعة لا الإبداع والابتكار السمة الثالثة الدين التدين المصري تدين فرحة السمة الخامسة التدين المصري تدين وسع وتوسعه. السمه السته التدين مصري تدين كمال. السمه السبعه التدين مصري تدين محبه والفه. لو عايزين تعيشوا اولادكم وتربوهم وتاسسوهم اسسوهم على السبعه دول. طب واحد ممكن يقول لي ممكن تسعفنا وتقولنا حاجه نمشي بيها لغايه ما نقدر نعمل مقررات دراسيه في المدارس ونقدر نعمل كمان تدريب لاولادنا ونقدر نعمل مراكز لتاهيل الاولاد ايوه إحنا عندنا تدين خانقنا. لازم نتخلص منه، لازم نعرف إن إيه اللي حصل للتدين المصريين. التدين المصري بقى فيه طبقية، التدين المصري أيوه بقى فيه تمرد، أيوه التدين المصري بقى فيه كتير جدا جدا عشوائية، التدين المصري كمان عايز يتخلص من كل أشكال العبء. التدين المصري كمان عايز يتخلص من كل أشكال إن التدين بقى يخصم من حياة الإنسان ويخلط له ما بين الدنيا والحياة طب نعمل إيه لغاية ما نقدر نعمل الدورات التدريبية دي اعملوا الكلام ده من النهاردة بقى التدين المصري خد كل السمات دي منين؟ من حضرة النبي يبقى أول حاجة ترجع لنا التدين المصري تاني عشان الناس تفرح وترجع تاني يا راجل ده المصريين أنا أقول لك حاجة أول حاجة تعملها اعمل مجلس للصلاة على حضرة النبي في بيتك علم ولادك وخلي الناس تصلي على حضره النبي يا راجل ده احنا كان عندنا الراجل البلطجي في الشارع لما تحصل خناقه يتقال له صلي على النبي الراجل لو ما همتش وسكت وهدي ايه اللي حاصل كل الناس تتقلب عليه تقول له انت مش مؤمن ولا ايه الصلاة على حضره النبي كانت هي ايقونه التدين والمحبه عند المصريين عارفين النهارده انا عملت الحلقه ليه عشان امبارح لما جالي سؤال وبتقول لي وانا ينفع اصلي على حضره النبي بصلاه غير الصيغه الابراهيميه اه وجعت قلبي اه صلوا على حضره النبي اعملوا مجالس للصلاه على حضره النبي وكتروا من الصلاه على حضره النبي عشان ترجعوا مره تانيه للرباط للمحبه خلوا بالكم في الطبقيه الدينيه وفي التمرد الداني احنا شبابنا واولادنا كانوا مهددين مش بس كانوا مهددين الاسره نفسها مهدده مهدده عارفين ليه؟ الولد لما بيكون حاسس ان هو خلاص بقى ملتزم ما بيعملش ما بيقومش ببر الوالدين غيره لما ابوه وامه يكونوا على نفس مذهبه او على نفس طريقته فلو قالوا له ان اللي انت بتعمله ده محتاج تراجع عليه سنه رسول الله او او تبص سنه رسول الله مخالفه للي انت بتقوله ده ايه الخشونه او ايه اللي انت او ايه الجفاء او ايه العزله اللي انت فيها دي يقول لهم انتوا هتعرفوا اكتر مني وتفضل الفجوه تفضل والبيوت تتشرخ. التدين ده بشكله اللي موجود ده شرخ البيوت وعمل شرخ في الاسره عشان نرجع تاني ما عندناش احب من اللي بيجمعنا. مين اللي بيحبه بيجمعنا؟ ومين اللي حبه بيطيب قلوبنا؟ ومين اللي بيجمعنا دايما؟ ومين اللي هو الرحمه؟ ومين اللي هو الالفه؟ فبما رحمه من الله لنت لهم. مين ان من الذي الف الله له بين القلوب؟ حضرة النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم وعشان كده لازم نعمل مجلس للصلاة على النبي وأنا بقترح عليكم أن مجلس الصلاة على النبي ده يبقى يوم الجمعة ونصلي أقل حاجة مئة مرة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة الثانية علم أولادك ثلاث صفات يقيسوا بها أي عمل طب أنا لو هشرب قهوة لو أعمل أي حاجة لو هسلم على حد أقيس الفعل ده بإيه بثلاث صفات بالرحمة والخير والجمال. علم اولادك الرحمه والخير والجمال. ثالث حاجه علم اولادك حب الحياه ويفرقوا ما بين الحياه وما بين الدنيا. الدنيا دي وسيله لكن الحياه ده واسعه. الحياه دي مع ربنا وهو معكم اينما كنتم. فلازم يتعلم ان هو الحياه دي نعمه ولازم يشكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: "او من كان ميتا فاحييناه" مين اللي احيانا؟ مولانا. فازاي مولانا يحيينا بشيء مش جميل مش نعمة مش فضل الله سبحانه وتعالى يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يا رب اجعل حياتنا نور واجعلنا من أهل السرور واجعلنا دايما من أصحاب التجارة التي لا تبور يا رب اجعلنا نرجع الصفات السبعة دي والسمات السبعة اللي جانا بيها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا ان احنا دايما نكون محافظين على السمات دي عشان نفضل في الرباط ونفضل كمان تهفو إلينا القلوب زي ما كان بتهفو المدينة تهفو كمان لأهل مصر ويكون أهل مصر فعلا عاملين بسنتك حضرة النبي نشهدك بأن السبع صفات ضيلة هي طريقنا إليك وهنحافظ عليها حضرة النبي عشان دايما احنا بنحب نكون في حضرتك وبنحب ان احنا ندخل في ايديك على مولانا سبحانه وتعالى دي مش هتكون آخر مرة نتكلم فيها عن التدين المصري دي بداية سلسلة هنتكلم فيها عن سمات التدين المصري اللي هو في الحقيقة اشتقنا ان احنا ندوق حلاوته لأن حلاوته جاية من حلاوة وشهد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ألقاكم بعد الفاصل ونلتقي على خير إن شاء الله وفي انتظار أسئلتكم بعد الفاصل رجعنا لكم تاني في صحبة أحبابنا اللي هم في الحقيقة دايما بيدخلوا السرور على قلبنا بالله عليكم راجعوا الحلقة دي وراجعوا المقدمة كويس واحفروها في قلوب أولادكم مهم اوي اللي احنا بنقوله ده لأن هو في الحقيقة ده هيريح ناس كتير الناس كتيرة قلوبها موجوعة ومحتاجة ترتاح والدين دوت دين نعمة من ربنا وراحة وفتح وفضل وعشان كده خليكم متواصلين معنا دايما عندنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا الصفحة تظهر قدامكم،, قدامكم وهي ظهرت قدامكم اهي لو سمحتم تواصلوا معنا وبعتوا لنا اسئلتكم ونبتدي مع الكريم السيد امين اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الحمد لله بخير الحمد لله والله احنا كده في موضوع اسري عايز اتكلم موضوع اسري الهوا مش هيستحمله يبقى على طول انا هتاخد تليفوني من الكنترول وارتب لك اما ارتب لك في وحده الارشاد الزواجي او اجاوبك على التليفون. طيب هو احنا بقى انا هختصر لك يعني في الموضوع ولو كده هاخد رقم برضه من الكنترول عادي. اتفضل. طيب احنا بقى لنا خمس شهور حضرتك في مشاكل ليل ونهار وشهر رمضان عدى علينا كنا بنصحر بس ما بنفطرش من قمه المشاكل وطبعا انا اتصرّحت وحلفت على زوجتي ومش عارف اعمل ايه. شفت ازاي بقى احنا بدل ايه في مشاكل يبقى المشاكل دي فيها طرفين دايما تتعلم كده ان اي علاقه فيها مشكله الطرفين سبب فيها فلذلك لابد ان حضرتك تجينا ونتكلم ان شاء الله وان شاء الله ما تخافش بس لما تجي لي لازم تجي لي انت وزوجة حضرتك عشان نقدر نتكلم وازاي هنقدر نحط بروتوكول وطريقه عمل تخلصنا وتساعدنا على اداره مشاكلنا الزوجيه ان شاء الله معانا الاستاذ عبير ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يا شيخ احنا لنا 25 سنة أولادي في الشارع وعندهم ملك كبير لجدهم ولأبوهم أبوهم سايب تركة واسعة وعم العيال ومرات أبوهم واكلين التركة ديت ومش راضيين يوصلوا أي شيء خالص أنا عاوزة حضرتك تبعت لهم رسالة حاضر إن هم يدوا لليتيم حقه وإيه عقوبة أكل مال اليتيم حاضر 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 وحضر وحضرتك الرسول وربنا سبحانه وتعالى الاول والرسول هم بيوصوا على ان اليتيم ما يتاكلش في صحيح. الزمن ده 25 سنه اولادي في الشارع وقافلين علينا تليفونات وقافلين علينا الابواب ومش راضيين يدوا لليتيم جنيه واحد ولا كسره خبز ولا اي حاجه خالص طيب يا ستي انا هقول لحضرتك حاجه بدل هي 25 سنه ويبدو ان هي بدل 25 سنه رسالتي دي انا هقولها بس يبدو ان احنا محتاجين نفهم حاجه تاني حضره النبي اشار اليها ونفهمها كويس ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران يعني ايه حضرتك ببساطه خالص ارفع قضيه ارفع قضيه على ان في حد مانع حقك مانع حق اليتامى دول لان منع حق اليتامى دي من الكبائر ودوت والعياذ بالله مش باكل مش اكل اموال مش اكل اموال الناس بالباطل بس ده كمان التعدي على اليتيم الذي وصى به حضرة النبي يجعل هذا الأكل لمال اليتامى من الكبائر ولذلك لو سمحتي أنا بقول لحضرتك عشان يسترد هذا المال استعملي هذا الحق وهو أن أنت ترفع أمرك لقاضي المسلمين ارفع أمرك لقاضي المسلمين عشان يجيب لك حقك لأن دوت حق مشروع ولك أن تطالبي به ولغاية ما يحصل الكلام ده انت حاولي تقولي للناس ببساطه خالص ان هذه الاموال لن تغني عنكم عندما تقفون بين يدي الله انتم ستقفون بين يدي الله فرادة وستقفون بين يدي الله ويسالكم عن هذه الاموال من ليمن من ليمن لي ويسالكم عن هذه الاموال كيف انكم ضيعتم هذا اليتيم وتحاسبوا على كل حاجه حصلت في حياته بسبب هذه الاموال فاتقوا الله سبحانه وتعالى في اليتامى ده جزاء إن ربنا خلى لكم فرصة إن أنتوا تدخلوا من أوسع أبواب الجنة عندما قال صلى الله عليه وسلم: أنا أكافي اليتيم كهاتين في الجنة تيجوا أنتوا تروحوا قافلين على نفسكم هذا الباب وتفتحوا عليكم باب من أبواب النيران عندما تأكلوا مال اليتيم اتقوا الله ولذلك أنا بقول لكم أسرعوا فإن الموت لا يعرف وقته أحد والموت يأتي فجأة فاتقوا الله سبحانه وتعالى في انفسكم وردوا اموال اليتامى معانا استاذه صفا اتفضلي الو الو اتفضلي ايوه السلام عليكم ايوه يا شيخ السلام عليكم بقول عليك. حضرتك، ايوه عليكم السلام بقول لحضرتك انا هدعي دعوتين واسال سؤال طيب اتفضلي اللهم ارحمكم واستركم واكبر بخاطركم يا رب والهمكم رشدكم ووسع ارزاقكم وبارك لكم في اعماركم يا رب الله العظيم ان يسعدكم بالايمان ووفقكم لمراقبه الرحمن ويجعلكم من اهل الفردوس الاعلى مع سيد الانام اللهم امين ويجمعني ويج... ويجمعني ويجمع والديك ان شاء الله مع النبي العدنان في اعلى الفراديس والجنان ان شاء الله امين يا رب ربنا يفتح عليك اتفضلي انا بسال على ان انا في بعض الايات محببه لقلبي في القران الكريم فانا بحب اكررها ثلاث مرات عشان تحسسني د... بالراحه يعني هي كده بدعه لا دي, دي ده بس. نعمل بدعه ايه أنت بتقولي هي كده بدعة؟ لا مش بدعة، دي نعمة البدعة ايه؟ لا كرريها زي ما أنت عايزة وكرريها لغاية ما قلبك يسعد وتدوقي حلاوة الآية. اعملي كده. جه جم الصحابة اشتكوا واحد من الصحابة. ف يا رسول الله الراجل كل ما يصلي بينا يصلي بسورة الإخلاص. الحديث في البخاري، كل ما يجي يصلي بينا يصلي بسورة الإخلاص، كل ما يجي يصلي فراحوا اشتكوا لحضرة النبي فحضرت النبي مش شايف ان في دي مشكله بس هو عايز يعرف هو بيعمل كده ليه فقال له لماذا تفعل ذلك هو ما كلمونش بقى على الصلاه صحيحه ولا صحيح صحيحه الصلاه صحيحه فقال له انت بتعمل كده ليه قال له صفه الرحمن فهو بيكررها لان فيها صفه الرحمن فيها المعنى اللي بيحبه فقال صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه الله لانه لقى في الايه صفه الرحمن فبيحب يرددها عشان ده كلام الرحمن وفيها صفه الرحمن فرددها فرددي زي ما انت عايزه على قد ما تقدري لغايه ما قلبك يدوق حلاوه ما اودعه الله سبحانه وتعالى في هذه الايات وفي هذه السور من من شهد ان شاء الله ربنا يفتح عليك استاذه نيفين السلام عليكم فضيله الشيخ وعليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتفضلي بس عايز اسال حضرتك انا زوجي توفى شاب فجاه وهو قاعد معايا انا معايا بنتين وقال لنا ان هو بيموت واتشاهد و... وتوفاه الله يعني فضل يتشاهد لغايه ما يعني عمره انتهى يعني. رحمه الله. هل ده من علامات يعني علامات ان هو من المبشرين بالجنه او عمله الصالح ده سؤال السؤال الثاني اللي هو, هو ايه؟ هو معلش إيه, ايه اللي هو من عمله الصالح؟ يعني انا مس... يعني هو اتشاهد ومات مات يعني, يعني هو اتشاهد... قال لنا ان هو بيموت. نعم وما نعم. هو فجأة من غير مقدمات كده عادي اه أوه قال لنا يعني أنا هو بموت هو قاعد كده اهو شاهد كتير لغاية ما عمره انتهى يعني, يعني. هو قاعد كده اهو وفي أوه. لحظة كده لقيتوه بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد لنا لا دخل علينا قال لنا أنا بموت وفضل يتشاهد كتير لغاية ما العمر انتهى يعني. الحمد لله ربنا جعله إن شاء الله بشرة من عاجل البشرة إن شاء الله السؤال اللي بعد كده السؤال اللي بعد كده هو طبعا ساب للبنتين مبلغ طبعا المبلغ ده في المجلس الحسبي فالمجلس المجلس الحسبي هو اخد لان البنتين 11 سنه و9 سنين فالمبلغ ده اتحط تبع المجلس الحزبي فالمجلس الحزبي هو كان سايبه كان أيوة سايب لهم يا استاذه كان سايب لهم الكلام ده في شكل شهادات استثمار يعني لا لا ده لا 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 ده مستحقاته من شغله مستحقات آه باباهم يعني من شغله فهو كان كاتب ف... و... ك... طب اسمعيني بس فهو كان كاتب ده باسمهم كاتب دوت ان هو يروح لهم لا ولا ده ورثوه عنه؟ لا ده ورثوه لما توفى هم ورثوه عنه طيب يعني ده مستحقات باباهم من شغله فهم ورثوه عنه فطبعا الفلوس دي دخلت مجلس طبيعي, طبيعي ان هي تكون في المجلس طبيعي, طبيعي, طبيعي بعد كده انا حطيتهم في شهادات في البنك فالمبلغ بيطلع فوايد طيب. فهل المبلغ ده مطالب ان انا بدفع منه زكاه مال ولا بعمل فيه ايه طيب حضرتك طبعا بتصرفي من الفلوس دي على الاولاد من الفلوس عليهم على طيب. البنتين ست نيفين اسمعيني لو سمحت عشان بس انا عندي اسئله لازم تجاوبي عليها اول حاجه الفلوس دي المجلس الحاسبي لك ان انت تضعيها في شكل شهادات استثمار باعتبارك الوصيه عليهم ايوه فندم ايوه طيب. فحضرتك حطيتيها وبتنفقي من هذه الاموال عليهم هم صح من كده من الفوايد انما المبلغ الاساسي لا, لا لما يكمل له 21 الـ سنه حاضر يبقى انت كده هتطلعي 10% من الريع ده على الفلوس دي 10% بس على الريع اللي هو الفوايد اللي انا باخدها ما اسمهاش فوايد لازم نبطل كلمه فوايد دي اسمها ريع ريع اسمها عائد. يعني عشان على نا... ذي نفسه انما عشان. المبلغ الاساسي لا استاذه استاذه نيفين ايوه صح اللي انت بتقوليه بس خليني اقول لك عشان بس ما ت... ما نتلخبطش يبقى استاذه نيفين يبقى تطلعي 10% من الريع او العائد ما نبطل أوه. كلمة فوايد بقى لأن الفوايد دي ممكن تعمل شبهة عند الناس إن ده ربا، لا ده مش حلو. ربا خالص. م. يبقى 10% من الريع، نفترض إن أنت بيجي لك 7000 يبقى تطلعي 700 جنيه على الريع ده خلاص كده هو الريع بيجي كل 3 شهور كل 3 شهور بنطلع على 10% م... في المية ولا كل شهر بنطلع كل 3 شهور كل ما يجي لنا الريع ده بنطلع لان دوت بنقيسه على الارض والارض بناتي حقاوي يوم حصاد يبقى ايه اللي حاصل يبقى هنطلع 10% لما بيجي الريع دوت كل 3 شهور تمام كده طيب ومساله الشهاده اللي هم بقى البنات هياخدوه لما يوصلوا 21 سنه انا مش مطالبه بيه بتقول ايه؟ المبلغ بعد ما ياخدوه 21 سنة أنت اللي هم هياخدوه لما يكملوا 21 سنة أنا مش مطالبة بيه إن أنا أطلع عليه زكاة مين؟ لا ده هو ماله هم هم بقى يطلعوا عليه زكاة لأنه خلاص بلغوا سن الرشد وبيبقوا مكلفين. ومسألة أيوه. الشهادة ومسألة الشهادة ده إن شاء الله من عاجل البشرة حضرة النبي قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فإن شاء الله أبشري. إذا هذه الأسئلة أسئلة مودة ورحمة وفتح ان شاء الله تستمر المودة وانتظاركم بعد الفاصل كونوا معنا <متصفيق> رجعنا ومعانا استاذ خالد استاذ خالد اهلا وسهلا علي. <متصفيق> <تفضل> عليكم ازيك يا شيخ اتفضل عليكم ورحمه الله تفضل استاذ خالد والله أنا كان سبق وتشرفت بحضرتك كده كلمتك تاني يوم رمضان أو تالت يوم رمضان بوجهك الكريم يعني و... وأنا كان قلت لحضرتك كان يعني كل سنة كده بيحصل لي مشاكل في رمضان في أول رمضان وكده و... مشاكل قصدك مشاكل قصدك وسواس يعني؟ آه لا مشاكل في البيت مع زوجتي و, و... و... تطلب الصلاة بتطلب الطلاق وبتاع و... وكان انا حصل لي تعبت وجاني كورونا ودخلت المستشفى وربنا شافاني ورجعت البيت زي ما انت قلت لي ارجع وعيش في وسط اولادك انا عندي بالنسبه ل عندي ولد وبنت بنت اسمها اهله والولد اسمه حمزه. طيب وبعدين؟ وبعدين رجعت البيت برضه ايه سبب المشكله؟ اسالني سؤال يا استاذ خالد. ايوه سبب المشكلة اللي مفيش تقابل تقابل في البيت كده بحس ان انا مش م... مفيش تقابل مع زوجتي طب اقول لك حاجة يا استاذ خالد اقول لك انا نصيحة يعني نصيحة لغاية ما تقولي على وحدة الارشاد الزواجي في دار الافتاء اقول لك نصيحة كده لطيفة لغاية ما تقولي على الوحدة ايه يا سيدي؟ ما جايز انت محتاج شويتين ثلاثة تعمل ثلاث حاجات اول حاجة تغير شوية من طبعك وتروح تتعلم حاجات تخليك أكثر اقبال على الحياة ما جايز كمان أنت محتاج حاجة تانية تخليك تقدر تعبر عن حبك وامتنانك ومحبتك لزوجتك. جايز كمان أنت محتاج إن أنت تحسسها إن أنت بتحتويها. فأنا بحيلك على الثلاث حاجات دول. غير في نفسك وخليك محب للحياة وتعلم مهارات جديدة. ثاني حاجة عبر عن حبك لزوجتك. ثالث حاجة حاول تحتويها. لغاية ما أشوفك إن شاء الله في أقرب فرصة. معانا استاذه هبه ايوه السلام عليكم اتفضلي يا استاذه انا كنت عايزه اسال حضرتك انا طول الوقت بحس ان انا يعني هموت طول الوقت بحس ان يعني كل شويه بتشاهد واستغفر و... وعلى طول حاسه ان الموت ده موجود معايا الاحساس ده ملازمني بقاله كتير جدا تعالى اسالك سؤال كده يا استاذه هبه ونكمل مع نكمل مع بعض استاذه هبه <applause> اللي بيحس بالموت واحد من ثلاثه بيحب <applause> الموت قوي او شخص بيخاف على اللي حواليه قوي م. او شخص حاسس ان هو الموت دوت هيوجعه قوي انت مين في دول اوعى ايوه تقولي التلاته لا انا بخاف على ولادي قوي ايوه كده طب اقول لك حاجه ولادك دول هو مين اللي اداهم لك ربنا طب ومين اللي اودعهم عندك <applause> ربنا سبحانه وتعالى ومين اللي بيحميهم ربنا سبحانه وتعالى. انت بتنامي وتسيبيهم؟ لا. ولا ما بتناميش؟ بنام باخد اثنين معايا مش بتنامي صح؟ بتنامي صح؟ ومين اللي بيحميهم وانت نايمه؟ ربنا سبحانه وتعالى. طيب ما هو ربنا بيدربنا <applause> ان احنا مش كل حاجه في حياه اولادنا. واولادك دول مش بتوعك، انا عارف ان انت ممكن تكوني معتبر ان اولادك دول اللي طلعت بيهم من الدنيا. صح؟ ايوه بس لا انت في الدنيا طلعت بحاجات كتيره وأنت تعدوا نعمه الله لا تحصوها فانت عندك نعم كثيرة ما تخافيش على اولادك مش معنى كده ان انت تقولي خلاص انا عايز اموت لا ما تخافيش على اولادك اول حاجه نبتدي بيها عشان نعالج ده بطلي تخافي على اولادك ليه لان اولادك اللي بيحفظهم ربنا مش انت شوفي كده هو انت لما بتخافي بتعملي ايه لما تخافي على اولادك او بتعملي ايه بتدعي ربنا يحفظهم صح آه. طب ليه بتخلفي دوت؟ ليه بتخالفي دوت وتروحي خايفه ان انت تموتي وتسيبيهم؟ ما انت ما ربنا سبحانه وتعالى فالله خير حافظه وهو ارحم الراحمين. وهو ارحم الراحمين. طيب نعمل ايه بقى؟ م. كل شويه كل يوم نعمل ايه؟ قبل النوم تقري سبع مرات الفاتحه. حاضر. وتقراي سوره الكرسي عشر مرات في اليوم. حاضر. وتعوزي اولادك بالمعوزتين كل يوم في الصبح وفي المساء وبس. طب كثرة الابتلاءات والأمراض والتعب اللي بيجي في البيت ولا حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم ان انتوا اوعوا اوعي تفتكري ان انت اللي بتح... بتحفظي حد ده انا اللي حافظ لا, لا 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 خالص انا اسمع... طب اسمعيني انا يا... من كلمه انا هو الموضوع ان ايه اسمعيني يا ست هبه بنتي دي تعيا بعدها بنتي دي تعيا بعدها ست هبه ست هبه إيه؟ ما تركزيش اه ده ربنا جاي بيقول لك ايه انت خايفه أه. أم سيدنا موسى لما خافت علي ربنا مرة ان هي فهو ربنا بيعلمك ايه؟ <applause> بيعلمك بالحاجات دي ان هو اللي بيحفظه مش انت اللي بتحفظيه بيمرضوا يخفوا ولا لا؟ بيمرضوا ف... يخفوا ولا لا؟ مش بيخفوا؟ الحمد لله, لله. يبقى خلاص يبقى هو بيقولك ايه؟ ما تخافيش عليهم ما تتدخليش في اللي ما تقدريش عليه، تقدري انت تحميهم من المرض؟ لا خلاص سلميهم ل... لسيدهم مولانا, مولانا سبحانه وتعالى انا يعني بستودعهم عند ربنا كل لحظه كل دقيقه خلاص ما تشغليش بالك بقى بتستودعي نفسي وبيتي ما وكل تشغل... حاجه ما تشغليش نفسك انا قلت لك تعملي ايه وما تشغليش نفسك فكري في مستقبل الاولاد ده الوقت اللي انت بتخافي منه فيه من الموت فكري ازاي يبقوا سعداء وازاي يبقوا كويسين في مدارسهم ماشي استاذه منى استاذه منى معانا الو اتفضل يا فندم اتفضل يا فندم استاذه السلام عليكم اه السلام عليكم ازيك يا ابن الشيخ الحمد لله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا فندم ربنا يجازيك كل خير ان شاء الله آه انا كنت عايزه اسال حضرتك بس في منام كده شفت لوالدتي هي والدتي متوفيه هو احنا في العاده ما بنفسرش احلام لكن قولي يا ست بسرعه معلش والله هو صاحية بيه والكلام دوت طيب اللي هو بقول لها يلا عشان نقوم تجيب الشبكه بتاعتي وكده فهي مش عايزه تصحى من النوم فعماله انت اصلا انت اصلا متجوزه انت اصلا متجوزه اه لا منفصله طيب وايه تاني اه بس فمش عايزه تفوق من النوم عماله ابص فيها ويلا فوقي عشان ننزل ده الناس راحوا قابلينا والكلام ده آه. راحت قالت لي طيب حاضر بعد كده قلت لها هو هيجيب لي بكام شبكه قالت لي ب 4000 طيب قلت لها طب ودول هيعملوا لي ايه الاربع 4000 ده ما يجيبوش حتى غويشه طيب وبعدين قالت لي مش عارفه بقى هنقعد معاهم تاني ونشوف يعني الكلام تاني غير غير ال 4000 وكده خلاص ان شاء الله ابشري ربنا سبحانه وتعالى يرزقك ان شاء الله ويفتح عليكي ويبارك لك ان شاء الله الرزق الحسن ان شاء الله معانا الاستاذه ياسمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت أنا كنت عاوز أسأل حضرتك سؤال اتفضلي أنا في مشكلة بيني وبين أمي بس مش عارفة أعمل إيه ليه كفالة الشر إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ما يجيبش المشاكل قول يلا آه هي كان في مشكلة بيني وبين أخويا إن هي كانت بتقول ألفاظ وحشة في الشارع طيب أنا رحت اشتكيت لأخويا طيب مامتي زعلت ما هتزعل عشان أنت هي حاسة كده إن أنت وقعتي ما بين أخوكي ومراته؟ ما هو انا لما طلبت من مرات اخويا ان هي يعني بلاش كده ردت عليا برد وحش فانا طلبت من اخويا ان هو يفهمها بالراحه طب ما هو في حل كان في حل تاني في حل تاني لما يحصل تروحي تقول لمامتك وتقولي لها يا ماما انا والله هي مش مع برضو بتعامل مع مامتي وحشه برضه بتعامل معاها وحش ومامتي على طول بتشتكي لي منها فانا لما زعلت ان هي بتعاملها وحش طلبت من اخويا ان هو يفهمها بالراحه فاخويا معلش في الكلمه يعني ضربها لا ما ضربهاش زعق لها بس طيب طمئنت زالت مجرد ان هو لها وقلبت عليا اخواتي كلهم ولا حاجه خالص ولا حاجه ال 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 النوع الزعل ده من الامهات ده اسمه الزعل المؤقت انت ما عملتيش مصيبه كبيره شويه انت عملتي مصيبه ان انت زعلتي الراجل من مراته اللي هي دايما الام بتبقى خايفه جدا على زيجات اولادها وانت ربنا لما يفتح عليكي وتتجوزي برده هتخاف على جوازك كده الامهات كده تربط على ان هي بتحب الخير لاولادها فهي مش عايزه تبوظ حياه زق اخوكي هي مش ضامنه اخوكي لما ينفعل ده ممكن يعمل ايه في في مراته فهي عندها حق وهي في الاخر خالص مرات اخوكي عملت معصيه والاصل ان احنا بنستر على هذه المعصيه الاصل كده الاصل كده ونفضل ننصح الانسان ننصح الانسان ننصح الانسان انت لما رحت قلت لاخوكي كان خوفك بالاساس على على سمعتكم انتوا مش على مرات اخوكي فايه اللي حصل فكان مامتك حست انت ليه بتعملي حاجة كده وكأنها فيها أنانية فعشان كده انت فضلي دلوقتي راضي مامتك بوسي دماغها وبوسي ايديها وفهميها ان انت بتحبيها وفهميها ان انت ما كنتيش عارفة ان هي كانت هتزعل كده كل الزعل ده وحاولت ترضيها لو هي بتحب هدية بتحب تتفرج على حاجة بتحب على حاجة اقعدي معاها وهيطيب خاطرها ان شاء الله وندعي لكم ان ربنا سبحانه وتعالى يالف ما بين قلوبكم وان شاء الله والدتك ان شاء الله ينالها هذه الدعوة بإن ربنا يطيب خاطرها وإن هي تحتويكي وتعودوا لبعض إن شاء الله ويجمعكم على خير وعلى محبة وعلى مودة. النهارده يا سادة اتكلمنا عن سبع سمات لتديننا. تعالوا نبتدي من النهارده وننفذ البرنامج اللي احنا قلناه عشان نقدر نفضل ندوق حلاوة سنة رسول الله وندوق حلاوة جمال العمل بأخلاق حضرة النبي تعالوا على طول نبقى عندنا بساطة تعالوا على طول يبقى عندنا طيابة تعالوا على طول يبقى عندنا ابتكار تعالوا على طول يبقى عندنا كمان وسع عندنا محبة عندنا كمان جمال وعندنا كمان وسع اللهم إنا نسألك أن تجعل أهل مصر على الدوام في رباط بجمال حضرة النبي اللهم اجعل دعاء حضره النبي بابا مفتوحا على جمال هذا الدين واجعلنا يا ربنا من الطيبين المنورين الذين يذوقون حلاوه معيتك في كل وقت وحين يا ودود يا جميل يا رب العالمين